اجيب حوض يركب تحت الرخامة ولا فوق الرخامة ولا متفرز في الرخام؟ زي ما قلت من شوية ان في حوض بشفة وفي حوض فلات، وسواء هركبه فوق الرخامة او تحت الرخامة او هفرز له في الرخامة، فالافضل هو الفلات. وبالتالي لما اجي اشتري الحوض اسأل في المعرض، الحوض ده يركب فوق الرخامة ولا يركب تحت الرخامة؟ ومن حيث التركيب فافضل نوع لحوض المطبخ اللي بيركب تحت الرخامة، وده افضل نوع، لكن ليه طريقة فنية مهمة وعايزة صنايعي شاطر. اولا، عشان تحافظ على حافة الرخامة من الكسر نتيجة تقل وزن الحوض في الاستخدام، فبنعمل دعامة تحت الحوض تشيله. لازم يكون تحته قرص خشب كونتر، الصنايعي بيقطع في القرصة دي مكان الحوض بنفس رسمة الحوض. بعد كده الصنايعي بيحط الحوض والشفة بتاعة الحوض بتركب على الخشب، وبعد كده بيحط السيليكون او الايبوكسي بحيث يتملي الفراغ بينه وبين الرخامة اللي هتتحط عليه. ونفتح مكان الحنفية في الخشب ده في حالة اننا هنركب خلاط شيف، وبكده الحلة بتاعت الحوض تكون متحملة على القرصة الخشب اللي بيكون الاطار الخارجي ليها بعرض من 7 لـ10 سنتي، دي اللي بتتحمل عليه. وبالتالي اذا عندكم عمق الخشب بتاع المطبخ 60 سنتي، فهيكون الرخام بعد التركيب بعمق 65 سنتي، وبكده ممكن تجيبوا عرض الحوض ما يزيدش عن 45 سنتي. لكن اذا هتعملوا عمق قرصة المطبخ 65 سنتي وعمق الرخام هيكون 70 سنتي، فممكن تجيبوا حوض لحد عرض 55 سنتي. في الحالة دي ممكن تجيبوا الحوض الجامبو الكبير. ولو عايزين تزودوا تأمين الحوض باننا نسنده بحاجة تحت الحوض، ممكن نطبق الافكار دي مع النجار، وبنحدد المسافة دي بانها بتكون بنفس مقاس عمق الحوض اللي هنركبه، ونفتح مكان صرف الحوض. ومهم جدا اننا بنقفل حوالين الحوض بايبوكسي، وده الافضل. يلي السيليكون العظم ضد البكتيريا المستورد، وبلاش السيليكون العادي او كلة الرخام لانهم بيفكوا مع الوقت. اجيب الايبوكسي منين؟ الايبوكسي بيتجاب من مركز كيماويات البناء الحديث. طبعا الطريقة دي بتكون مرهقة للصنايعي، ولازم يكون شاطر لانه لازم يقص الرخامة بحرفية وينعمها ويصنفرها عشان يسلم الشغل للعميل مفيهوش غلطة، لانها بتكون باينة من فوق، فلازم الرخام يكون متفنش باعلى جودة. وخلوا بالكم ما تخلوش الصنايعي يقطع مكانه الحوض في الورشة ويجيبه، لان الافضل يقطعه وهو في مكانه في البيت عندكم في المطبخ، ويكون معاه الحوض عشان يقطعه بنفس المقاس ويكون مظبوط بالملي. ومعلومة مهمة جدا جدا خلي بالكم منها، لو هتثبتوا حاجة في الحيطة اللي فيها المواسير لازم تكونوا عارفين اماكن المواسير وليات الكهرباء، عشان لا قدر الله ما يحصلش مشاكل شنيور يبوظ المواسير ويخرمها. فلازم تكونوا مصورين قبل كده في مراحل التأسيس كل خطوة انتوا وصلتوا لها، صوروا شغل السباكة وهو بيتعمل اول باول وخليه عندكم، لان كنتوا هتحتاجوه بعد كده في التفنيش. صوروا شغل السباكة وصوروا شغل الكهرباء اللي معمول في الحوائط في الشقة عموما وفي المطبخ والحمام بصفة اخرى. الحوض اللي بيركب فوق الرخامة، زي ما قلت ان في حوض بشفة وفي حوض فلات. الحوض اللي بيركب فوق الرخامة ده بيكون بشف وبدون تفريز في الرخامة، ونظام التركيب ده بيكون الاسهل للصنايعية، فدايما بيحاولوا يقنعوا العميل بيه. عيبه ان المية اللي على الرخامة ما بتنزلش في الحوض، فبيبقى غير مريح لست البيت انها تسحب المية من على الرخامة تنزلها في الحوض. الحوض اللي بيتفرز في الرخامة، النوع ده بيتحفر له في الرخامة ويتلزق بسيليكون مستورد ضد البكتيريا او بايبوكسي زي ما قلت قبل كده، وبيكون بمساواة الرخامة تماما. وفي حاجة اسمها حاجز مية بيعمله الصنايعي تركيب الرخام من نفس نوعية الرخام اللي راكبة عند منطقة الحوض عشان مفيش مية بتقع على الأرض. وفي نهاية الفيديو إذا كنتوا لسه مستمرين في المشاهدة، فأتمنى إني أكون قدرت أفيدكم، وياريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو، ولو أول مرة تتابعونا يشرفنا أدعوكم للاشتراك في القناة، ونورتونا في أرت ديكور.